اهلا بحضراتكم من جديد. مستمرين معاكم وبعظمه لسانه. بعظمه لسانه زي ما احنا شفنا كابتن اسامه خليل والكلمه اللي اتقالت وازاي الامور كانت حقيقتها ماشيه ازاي. كمان على ذكر الاهلي والاسماعيلي ونجوم الاسماعيلي لان دي القضيه المثاره دايما بين الجماهير. كابتن بشير عبد الصمد واحد من نجوم الاسماعيلي في التسعينات كان سائق مع الاسماعيلي في الفوز ببطوله الدوري له راي. شايفين انه غريب جدا. نسمعه ونشوف الرد عليه بالحقائق. لما جيل 2000 فاز على الاهلي 4 في البطوله العربيه نعم. جوه في المقصوره في المقصوره اعلنوا تماما ان عمر الجيل ده ما هيكمل، لازم هناخده. يعني عينك مين اللي اعلن ده يا كابتن؟ يعني ناس مسؤولين من جوه نادي الاهلي وصل لنا ان عمرهم ما هيقبلوا تاني بان بتكرار الهزيمه دي، لو الجيل استمر هيكرروها. كابتن تتكلم على واقع حصل بتقول في المقصوره؟ في المقصوره اعلنوا عينك، انا كنت موجود في الماتش. مش هنقبل بان الفرقه دي تستمر. ده مين اللي قال الكلام ده يا كابتن؟ ناس مسؤوله جوه في مجلس الاداره وهم بيتكلموا لما شافوا النتيجه، انا كنت قاعد وهم قاعدين اعلنوا كده، عمر الفرقه دي ما تستمر، لازم هناخد منها. يعني الكلام ده كابتن ما تزعلش مني يا كابتن، واحد بس بيسمعك دلوقتي، الكلام ده اتقال في قلب استاد اسماعيليه في ماسوره الاسماعيليه وهم قاعدين وقدام حضراتكم؟ وهم قاعدين عادي، ما هو يبقى مجلس اداره ومجلس اداره عادي وهم قاعدين اعلنوا كده لبعض، مستحيل فرقه الاسماعيلي ديت لازم ناخد اللعيبه المتميزه، مستحيل هنقبل بتكرار الهزيمه دي تاني. فعلا عينا في قناه الزمالك ومستحيل ده هيحصل، ويقول لك قال لك سمعتوهم بيقول لك هندمر الفرقه دي، قال لك عشان ده ما يتكررش. ده سنه كام؟ حدد التاريخ. 2003 2003 دي مباراه البطوله العربيه ومسؤولين مجلس اداره النادي الاهلي قاعدين في النادي الاسماعيلي وقالوا لا علشان ده ما يحصلش تاني لازم ندمر الفرقه دي وناخدها كلها. شفتوا الكلام اللي بنصدره للجماهير؟ الكلام ده كابتن النادي الاسماعيلي او واحد من نجوم الاسماعيلي على قناه نادي الزمالك ويتم التركيز عليها. وسمعته قال كده يقول له قالوا كده المسؤولين، وكانه المسؤولين مثلا في النادي الاهلي لو قاعدين في استاد الاسماعيليه هيقولوا الكلام ده، هندمر الاسماعيلي ويقولوها في قلب استاد الاسماعيليه، وكل ده نصدره للجماهير وبعد كده نتكلم بقى على الشغب والتوتر والخناقات. انا بس اللي محيرني يا استاذ ابراهيم ايه الحرص الشديد ده؟ كل ما الدنيا الحقيقه تبان والامور تبتدي تتلم في هذا الخلاف الوهمي اللي بيصنعه امثال هؤلاء، ايه الحرص ان احنا نطلع نزكي هذا الكلام اللي ملوش اي اساس من الصحه ولا المنطق حتى يقبله؟ وهو لما انا اقول للواحد او اي حد في الاهلي يقول للمسؤول في الاسماعيلي هذا الكلام، ما هيقوليش امشي اطلع بره مثلا؟ ايه اللي هيخليه يقبل مني هذا الكلام في استاد الاسماعيليه؟ وازاي سمعتوه وقبلتوه يعني؟ وانت مين كنت قاعد يعني؟ ازاي انت يعني؟ القصه يعني غير قابله للتصديق. وبعدين هو ايه اللي حصل بعد 2003؟ هقول لك اللي حصل بعد 2003، بس اللي حصل قبل 2003 عشان خلينا نبقى مهم جدا قبل 2003. أي خلينا نبقى فاكرين ان دي كوره يا جماعه. الاسماعيلي يكسب الاهلي في الاسماعيليه 4-0 في البطوله العربيه في 2003، المباراه كانت 11 نوفمبر 2003. الاسماعيلي كسب الاهلي 4-0، بس ما هو في نفس الملعب قبلها بخمس ست سنين في نفس الملعب وبدون ما الاهلي ياخد اي لاعب من الاسماعيلي، الاهلي فاز على الاسماعيلي 6-0 في نفس الملعب ومن غير ما الاهلي ياخد اي لاعب من الاسماعيلي، ودي كانت بالظبط 15 فبراير 97 و18 يونيو 94 الاهلي فاز على الاسماعيلي 4-3 المباراه الفاصله. يعني النتائج الكبيره موجوده، الاهلي كسب الاسماعيلي اكتر من مره بارقام كبيره، زي ما الاسماعيلي كسب هذه المباراه اللي الافندي يقول لك قال لك لازم ندمر الفرقه دي ولازم ناخدهم كلهم. المهندس عدلي سال سؤال، طب هو ايه اللي حصل بعد 2003؟ مين الاهلي خده من الاسماعيلي؟ ده الزمالك اخذ على طول رضا سيكا مباشره، وخد اسلام الشاطر مباشره، مش الاهلي اللي خد، ده الزمالك اللي خد. وبعد كده الاسماعيلي باع بركات للاتحاد الاهلي جده السعودي، باع عماد النحاس للنصر السعودي، باع عمرو فهيم لانبي، تراوري راح فرنسا، معتصم سالم راح سموحه، بسيوني راح حرس الحدود. انبي خد اتنين لعيبه اعتقد، حد تاني مدافع مع عمرو فهيم اسمه حاجه يحيى، كان مدافع قوي جدا. يعني ايه اللي الاهلي عمله علشان يدمر الفرقه دي لو الافندي ده صادق ولو اللي سمعوا كلام اللي عمال يحرض ويزيد النار اشتعالا بين الاهلي والاسماعيلي؟ ايه اللي حصل؟ ده الزمالك اللي خد مش الاهلي.
وعشان افكركم ابراهيم يحيى عشان افكركم الاهلي كل اللعيبه اللي خدها الاسماعيلي باعها بفلوس لانديه ثانيه. تقول لي كوبري هاجي لك للكوبري وهاجي لك للانطره وهاجي لك لكل حته انت عايزها، لكن النادي الاهلي لما لاعب زي محمد بركات، محمد بركات افضل لاعب في افريقيا باختيار البي بي سي لما جه النادي الاهلي. ده اللي هم بيعتبروا الاهلي دمر الاسماعيلي لما خده. اسماعيلي باعه لاهلي جده، مش افريقيا، اهلي جده باعه للعرب القطري والاهلي كان الايد الثالثه. هو خد اللقب ده مع اهلي جده احسن محترف في اهلي جده. لا لا لا، ولما جه النادي الاهلي ده خد في جده البي بي سي خد احسن لاعب. ده بعد كانوا بيشككوا قبليها. ده مش شككوا بس. الزمالك لما فاوضوا الاهلي فاوضوا. انتوا متخيلين لما الاهلي ضم بركات نادي الزمالك كان رايه ايه؟ كان رايه ايه؟ قال لك مقلب كبير وشربوه. تخيلوا؟ اهو ادي الدكتور عبد الله جورج اللي كان مسؤول التفاوض بتاع نادي الزمالك بعد ما الاهلي ضم بركات، بركات مصاب بمرض خطير والاهلي شرب مقلب كبير. يوما ما قريبا سنحكي قصه انتقال بركات بتواريخها بحذافيرها بالكلام اللي اتقال. بركات لم يكن في حسابات اي نادي مصري ساعه ما النادي الاهلي اصر على متابعته سواء في جده سواء في قطر ثم عودته الى مصر عن طريق النادي الاهلي. الاهلي دمر الاسماعيلي وحلفوا وقالوا وهما في الاسماعيليه. طب هو اصلا من بعد كده او قبل كده حتى الاهلي خد من الاسماعيلي كام لاعب عشان نتحاسب بقى بين الاطراف الثلاثه؟ خلينا نقول الاسماعيلي والاهلي والزمالك الاطراف الثلاثه ونشوف مين اللي خد اكتر ومين اللي استفاد وليه الاهلي دايما وابدا محطوط في المنطقه دي. الاسماعيلي تاريخيا خد من النادي الاهلي 27 لاعب. احفظوا الرقم، 27 لاعب خدهم الاسماعيلي من النادي الاهلي من بدايه السبعينات، يمكن من بدايه السبعينات والثمانينات، وكلهم او معظمهم فيهم ناس لعيبه دوليين من الثمانينات، اخرهم كريم بامبو. بس لما تقول لي ومن اولهم الكابتن محمود جابر واسامه عباس ومحمد حشيش وكابتن احمد سامي محمد حشيش واحمد سامي واحمد سراج وسامي قمصان ومحمد شرف ومجد طلبه وروبرت اكوري وهاني سعيد وابراهيم سعيد وشادي محمد ومحمد فضل ومحمد فيليكس واحمد سمير فرج ورامي عادل عبد الهادي ومحمد جوده وعصام الحضري وماندو واحمد صلاح حسني واحمد ابو مسلم واحمد صديق واحمد العش ومحمود شيك وعفروتو وامير سعيود وعبد الحميد سامي وسامي عباس وكريم بامبو. بتكلم في 27 لاعب. طبعا حد هيقول لي ما هو مجدي طلبه ده مش ابن الاهلي. طب ما هو اسلام الشاطر، ما هو الاسماعيلي جابه من الاولمبي. يقول لك لا، طب ما انت عصام الحضري الاسماعيلي جابه من سيون السويسري. طب ما هو الاهلي جاب احمد فتحي من شيفل وجاب بركات من العرب القطري وجاب اسلام الشاطر من اتحاد جده ومن الزمالك وجاب عماد النحاس من النصر السعودي. يعني هو نفس المنطق ونفس المعيار. كابتن احمد حسن جبناه من بلجيكا. لكنه خد بقى من اللعيبه الدوليين اللي الاسماعيلي خدهم من اللي سبق ليهم لعب الحضري للاهلي الحضري. شادي محمد كلهم دوليين، عبد الله السعيد جودة، هاني سعيد، محمد جوده، احمد صديق، احمد صلاح حسني، احمد صلاح حسني، ابراهيم سعيد. يعني حتى فيهم كتير من ابناء مدرسه محمد جوده ابناء مدرسه الكوره في الاهلي، بس ما حدش بيفتكرهم. طيب الاهلي الاسماعيلي خد من الاهلي 27، الاهلي خد من الاسماعيلي كام؟ وشوفوا الزمالك خد كام؟ من اول ما الاهلي خد محمد خالد بيبو انتقال حر لغايه محمود متولي اخر لاعب جه للنادي الاهلي 17 لاعب من الاسماعيلي لعبوا بالفانيلا الحمراء. احنا بنتكلم 27 لاعب من الاهلي راحوا للاسماعيلي. دول خلال كام سنه يا استاذ ابراهيم؟ الثمانينات والتسعينات والالفين. 21 سنه. طيب الاسماعيلي خد من الاهلي خد من الاسماعيلي 17 لاعب. ابتداء من قلت لكم من خالد بيبو صفقه انتقال حر، بركات من العرب القطري، الشاطر من الاتحاد السعودي والزمالك، النحاس من النصر السعودي، عبد الله السعيد شراء مباشر، شريف عبد الفضيل شراء مباشر بالاضافه لاحمد صديق، سيد معوض من ترابزونسبور التركي، احمد حسن من اندرلخت البلجيكي. بعد 12 سنه خدمه في تركيا وبلجيكا جه النادي الاهلي. و
وحاسبينه انه الاهلي خدم الاسماعيلي. احمد فتحي من شيفيلد يونايتد الانجليزي، احمد خيري انتقال حر، جون انطوي من الشباب السعودي، عمرو السليه من الشعب الاماراتي، مسعد عوض انضم كناشئ، محمد عبد الله بمقابل مالي زائد اعاره شيكو، احمد حجازي صفقه انتقال حر، مروان محسن بمقابل مالي هو ومحمود متولي. الاسماعيلي ادى النادي الاهلي 17 لاعب. طب لا الزمالك لا الطرف الثاني 17 لاعب ده ثلاث ارباع ثلثينهم من الخارج. اوكي يعني ما هو بنفس يوم المعيار ما لعبوا الاسماعيلي. ايوه يوم زي نفس المعيار اللي طبقناه في الاهلي، سبق لهم اللعب للاسماعيلي زي سبق له اللعب للاهلي بنفس المعيار. الزمالك بقى اللي حريص قوي قوي على توسيع الهوة ديت، وخلينا نبقى صراحة بشكل مباشر كل الأسئلة وكل الأطروحات إحداث مزيد من الانشقاق بين الأهلي والإسماعيلي، ودي الخطورة. زي ما أنت هو أنت ليه فاكر إن ال 17 أكبر من 27؟ يعني في حسابات مين؟ ال 17 بتاعة الأهلي يقابلها كام في الزمالك بقى؟ الزمالك خد كام لاعب من الإسماعيلي عشان جاي يضرب الفتيل ده؟ الإسماعيلي ادى الزمالك 19 لاعب. تخيل الاهلي خد 17 الزمالك خد 19، بس الناس اللي في عرفها ال 17 اكبر من ال 19. اهي دي بقى استاذ ابراهيم، اهي دي اللي ال 17 اكبر من ال 19. عارف المشكله فين؟ المشكله ان الاهلي جاب بطولات. ايوه، فلما جاب بطولات النتيجه الاهلي جاب بطولات. طب هيقولوا له برافو؟ لا، هيقولوا له عشان لعيبتنا. طب اللعيبه دي كانت عندك، واخد بالك؟ فانت ما قلتش ساعتها انا ليه ما خدتش بطولات؟ طيب الاسماعيلي ساب اللعيبه دي اتنقلت مره واتنين وبعدين جت معظمها للنادي الاهلي. واللي قلنا بشكل مباشر اسماعيلي قبض في صفقات فلوس ولعيبه. صفقات منها فلوس ولعيبه. وفي لعيبه زي الكابتن جوده سافر تركيا وكان مفروض شرط في عقده يرجع عليا. الاسماعيلي لما خده الاهلي ما رضاش يصعد، ووقعت الحضري. والحضري كان لسه الاهلي ما سواش موقفه وخد ده انا مش فاكر هو اتوقف هو في الزمالك ولا في الاسماعيلي. قرار الايقاف جه وهو يا في الزمالك يا في الاسماعيلي. يعني جاي كان عنده مشكله. فاذا المساله بتحصل، وبتحصل برايا اكتر ما بتحصل مني. لكن لو الاهلي ما كانش كسب بطولات ما كانش حد عليك عدى. ايوه هي دي. لا، كان ابتديت تسمع نغمه تانية، مقلب وشربوه. ما هو هات فكروا يا شوارب تاني بمقلب وشربوه. بركات لما الاهلي ضمه قال لك مقلب كبير ومصاب والاهلي شربه. انتوا شايفين الموقف كان عامل ازاي؟ اللي دلوقتي الاهلي بيخرب الاسماعيلي عشان خطف منه بركات. الزمالك سجل اسم احمد فتحي في قائمته، استاذ ممدوح عباس ساعتها حجز له مكان في القائمه عشان جايبه، لولا ان المهندس عدلي راح كل صينيه البطاطس مع احمد فتحي في شيفيلد يونايتد وجابه. جه واحد كل بسبوسه هنا والتاني كل صينيه بطاطس وجابه. هو اللي علمني هو وده اللي حصل. فبقول لكم ال 27 او 19 لاعب، خليكم حافظين الثلاث ارقام في المعادله. الزمالك خد 19، الاهلي خد 17، الاسماعيلي خد من الاهلي 27. دول الثلاث ارقام في المعادله المحيره للناس ديت. الزمالك خد من الاسماعيلي ابتداء من رضا سيكا 900,000 جنيه زائد عبد الحميد بسيوني وعمرو فهيم، وخد اسلام الشاطر ب 200,000 جنيه وكان الاهلي عارض اكتر، وخد هاني سعيد بمليون دولار، وخد عصام الحضري ب 2.5 مليون زائد 200,000 غرامه لصالح الاهلي زائد التنازل عن مستحقات 750,000 جنيه، وخد احمد علي ب 700,000 جنيه، وخد صالح مرسي بمليون جنيه، وخد شوقي السعيد صفقه انتقال حر، وخد محمد عواد بمقابل مالي زاد عدد من اللاعبين، خد كريم بامبو صفقه انتقال حر، خد بهاء مجدي بمقابل مالي زي ما خد ابراهيم حسن، وخد عمر جمال من اهلي طرابلس، وخد احمد سمير فرج من ليرز البلجيكي، وخد باهر المحمدي كانتقال ناشئ. باهر المحمدي اللي بيتخانق عليه دلوقتي كان عنده، خده وسابه. وخد محمد يونس من المصريه للاتصالات، وخد محمود عبد العزيز من سموحه، وخد علي جبر وخد من الاتحاد، وخد احمد حسن من الاهلي، وخد محمد عبد الله انتقال حر هو بعد استغناء الاهلي عنه. باهر خده وعرى وخلصت العرى ومشي. ادي 19 لاعب. الاهلي ياخد
17 من الاسماعيلي، لكن لا، لما الاسماعيلي ياخد 27 من الاهلي يبقى ال 17 اكبر من 27. هي اكبر من انه نجحوا، انه في مناخ الاهلي يعرف يستفيد بيهم مع زمايلهم بالظبط ويحقق بطولات بس. والزمالك ياخد 19 يفشلوا ويتسابوا، يعني فيهم ناس نجحت وفيهم ناس لم توفق، لكن اللي يذكر ان الناس نجحت مع الاهلي فبقوا متعبين قوي، ويتقال لك انطره وراس البر والاهلي عمل كوبري وعمل كوبري، ويرجع الكابتن احمد شوبير يسال الكابتن عماد النحاس طب هو احنا ايه حكايه الكوبري ده؟ ازاي الاهلي عمل النصر السعودي كوبري عشان يمرر عليه عماد النحاس والمهندس عادل مهندس الكباري يجيبه للنادي الاهلي؟ نشوف شهاده عماد النحاس. قصه انتقالك للنصر السعودي ثم الاهلي كان متفق عليها؟ والله ابدا خلص. انا اتكلم معايا الاهلي واتكلم معايا الزمالك، كنت انا احترمت عادي مع النادي الاسماعيلي، وده شيء انا الحمد لله معد لغايه دلوقتي اتباهى بيه، دي حاجه تخصني انا بتاعت انا. أي. انا ما مضيتش على ورقه بعد اخر يوم في عادي مع النادي الاسماعيلي، وليا حوار مع المهندس عادل قيع، والحمد لله المهندس عادل قيع حي يرزق اساله ربنا يديله الصحه. لما رحت عنده البيت في اول لقاء وكان الموضوع بالنسبه لي والحوار كان مع كابتن محمود خطيب، ان الموضوع كان شبه محسوم. كابتن محمود الخطيب لا في كان بالتليفون وبعتني المهندس عادل في البيت فانا رحت ان الموضوع خلصان، يعني اتفقت على كل حاجه. ده في الفتره اللي انا خلصت الاعاره، خلصت عقدك مع الاسماعيلي، خلصت عقدك مع الاسماعيلي وانا خلاص قاعد مع يعني انا وصلت في وقت انا مش عارف اروح فين، عندي عرض زمالك زمالك وعندي عرض خليجي. انا اول حد اتكلم معاه كان الكابتن فتحي مبروك، كابتن ضياء السيد. كويس. سالت بس قلت لهم احب. كويس. لما وصلنا مع كابتن خطيب، وانا فاكر مكالمتي ليه وانا طالع النصر السعودي، قلت له يا كابتن انا خلاص، انا بدل اديت كلمه خلاص الموضوع انتهى، بالنسبه لي الموضوع انتهى. فانا مع النادي الاسماعيلي في الوقت الحالي مش هفتح اي مواضيع غير لحد ما اخلص. طلعت وانا طالع السعوديه بامانه، انا كلمت كابتن خطيب قلت له انا النادي النهارده خد قرار ان انا خلاص الست شهور الباقيين انا طالع للنصر السعودي. كلام كان سهل وبسيط، لو انت عجبك الحال في الخليج وهتعمل اسم كويس وفلوس كويسه كمل، والله لو رجعت النادي الاهلي بيتك وتشرف. كويس. رجعت ما عنديش اي اتصال باي حد، ولا اهلي ولا زمالك ولا كان كل الفكره ان وكلاء فتره السعوديه بيكلمني، كان جايب لي عرض من السعوديه وكان جايب لي عرض من قطر. اتكلمت مع الكابتن ماهر همام. انت اللي كلمت؟ انا اللي كلمت. فقلت له يا كابتن انا ما عنديش اي اتصال وانا موجود، فلو النادي الاهلي لسه عنده رغبه يكلموني في عماد خلاص. قعدت مع الباشمهندس عدلي ومضيت في الـ في الـ في النادي الاهلي، وبعدين قابلنا الله يرحمه بقى الكابتن ثابت، ومقابله ممتازه جدا. ادي الانطاره وادي الكوبري، وقال لك اسال المهندس عدلي. هو بص، اصل الكابتن عماد يعني ارجو تتاح لنا فرصه مره لكشف تفاصيلات اسرار يعني علاقتنا بالكابتن عماد، لانه منذ كان ناشئا في المغاغه هناك اكثر من مرحله اقترب عماد الكابتن عماد النحاس من النادي الاهلي، ولكن القصه اللي بيحكيها بقى انه هو فعلا راح النصر وكان خلاص اخر 6 اشهر له وهيبقى فري، لا انطره ولا لينا دعوه بمشوار مروحه للنصر، هو كده كده عقده كان هيخلص بعد 6 اشهر. فالاسماعيلي باعه لنادي النصر لان جاله لهم عرض كويس، وهو قال انا حتى هو له تعليق لازم نتوقف امامه، انا خلاص خلصت ومش عارف اروح فين. فاهم ازاي؟ يعني لسه ما حسمش امره. فهو بيقول ايه، ساله كابتن عدلي بما انه بيقول له سال كابتن حصل ليه؟ لان انا بالنسبه لي في لجنه الكوره، ودايما الحته دي لازم الناس تفهمها، انا مش انا الراجل اللي بيتصرف من دماغه، النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده، احنا محكومين باتفاقات وحدود. فانت بتيجي بقى خلاص اتفقنا على اللاعب ده، لو جات لنا فرصه نجيبه، ايه الاطار الفريم ايه بحد لا يتجاوز كذا. أيوة. عندما يصل الامر الى إيه تجاوز هذا السقف لازم في مرجعيات اخرى. فالكابتن عماد لما كلم بعد ما خلص بقى وعايز يجي النادي الاهلي، فظهر انه كلم الكابتن الخطيب واتفق على زياده السقف اللي انا كنت متكلم معاه فيه. فهو جه عندي فعلا قال لي انا اتفقت مع الكابتن على كذا، قلت له اتفقت مع الكابتن على كذا، طب لو سمحت هساله بالتليفون. الكابتن عماد لانه راجل معتد جدا بكلمته قال لي طب اساله. سألت الكابتن الخطيب قال لي فعلا خلص، قلت له خلص، قال لي لا بكره. فقلت له ليه؟ قال لي عشان تعرف ان انا راجل صاحب كلمه. انا هجي لك بكره امضي.
انا يعني هو عايز اقول لك ايه، انت بتراجع ورايا، بس هو ما يعرفش ان ده نظامنا. ان انا عندي سقف ولازم اراجع مش وراه، لما تحصل اراجع الرقم اللي عندي. ايوه، لان انا ما اتبلغتش بارقام غيره بالظبط. فهو هذا الرجل مستقيم جدا، وده حصل بالفعل ولو تفاصيل. ورجع تاني يوم مضى. ادي الانطره شرق وغرب، وادي الكباري، وادي الكلام اللي بتضحكوا بيه على الناس. ارجو الناس تبقى فاهمه القصه زي بالظبط الحدوته التاريخيه اللي حريصين دايما وابدا للايقاع بين الاهلي والاسماعيلي. الحق ده رفضوا، الاهلي رفض استقبال الاسماعيلي ساعه التهجير انه يتدرب. ليه؟ الموضوع قتل بحثا، والنجوم الاسماعيلاويه اللي عصروا الفتره دي اتكلموا فيها كتير، لدرجه انه الزميل هاني حتحوت استضاف الكابتن سيد عبد الرازق بازوكا اللي كان احد نجوم هذا الجيل، وبيساله بيقول له بس يمكن ده ما حصلش معاك انت، ده اقسم له يمكن حصل مع ناس ثانيه، وكانه مثلا على بوابه الاهلي دخله السيد بازوكا يتمرن والباقي لا. نشوف الكابتن سيد بازوكا وقتها كان الاهلي رفض انه يستضيفكم؟ لا 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 لا. ايه اللي حصل؟ دي اشاعه ولا اشاعه بس عن الكابتن سيد؟ انت بالذات اللي ما حصلش الموقف ده معاك، انت بالذات اللي ما حصلش الموقف ده معاك. يعني يمكن معاك انت بس ما حصلش الموقف ده، اشاعه معاك انت بس ما حصلش الموقف ده، بس ممكن يكون حصل مع غيره. فضل السؤال بيطارد سيد بازوكا في كل استوديو يروحه. استضافه اسلام صادق، تقريبا بازوكا كان هيطلع من هدومه. بص يا كابتن اسلام، انا سالوني في كذا قناه هل الاهلي رفض يستضيف نادي الاسماعيلي؟ رفعت ايدي قلت والله العظيم والله العظيم والله العظيم نادي الاهلي ما رفض استضافه الاسماعيلي. في ايه تاني؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه. ودي يعني تفسر لك او تبين لك الفرق بين الاجيال. كابتن علي ابو جريشه سئل في الكلام ده واكتر منه. الكابتن سيد بازوكا سئل هذا السؤال، الكابتن العربي سئل هذا السؤال، كلهم قالوا بالعكس، احنا كنا نتعالج في النادي الاهلي، نتمرن في النادي الاهلي واقسامه. ده الفرق. جيل كان بيقول يعني عنده الشعور بالقيمه انه يقول الحقيقه. شوف دلوقتي الناس التي تتاجر بالاثاره، شوف الفرق بين الجيلين. ده اللي عندي اقوله. طيب على ذكر الاجيال، ما هو في اجيال بعد كده الحقيقه عندها قدر من الاحترام للحقيقه حتى انها تذكرها. كابتن محسن عبد المسيح لما سئل، وواحد من نجوم الاسماعيلي في الثمانينات ومطلع التسعينات، لما سئل عن علاقه الاهلي بالاسماعيلي والاهلي عامل ايه مع الاسماعيلي بعيدا عن كل الرجل والناس اللي بتحاول تنفخ في النار، نشوف الكابتن محسن عبد المسيح. لا انا بتكلم حضرتك بقى بشكل عام في الجيل الثمانينات. لا يعني طبعا حازم اثر طبعا فينا جامد جدا، احنا لولا النادي الاهلي ما كناش نقدر ننزل بسرعه. النادي الاهلي وقف وقفه فعلا جميله، جالنا بعد اسبوع او خمس ايام انا مش فاكر بالظبط، وانا فاكر نزل في فندق نيفرتاري على حسابه. والاقامه كانت على حسابه، وعشان خاطر ماتش تأبين حازم. الاهلي كان حضرتك بتقول ليه دور مشرف جدا. ليه دور مشرف طبعا، نزلنا الملعب يا شريف. شريف انت مش متخيل، انا قعدت لفتره طويله بتعب لما بعدي من جنب الحادثه. سنين قعدت سنين بتعب. فانت بتتكلم على ان انت تنزل الملعب من غير حازم ازاي؟ الموقف واضح للكابتن محسن عبد المسيح، وازاي الاهلي وقف جنب الاسماعيلي في مأساة رحيل الكابتن حازم. يا حبيبي المواقف كتيرة جدا، والله والله المواقف كتيرة جدا. وهو لما الكابتن لما يعني ربنا يديله الصحة اسماعيل بيع عثمان اهدى كاس مصر، كاس مصر الكابتن ليه؟ الاهلي بياخده، الاسماعيلي بياخده من الاهلي في القاهرة. ليه؟ لان كاد الاسماعيلي ينسحب قبليها بليله. لانه عايز يلعب بليله واتحاد الكره وافق لهم، والكابتن صالح الساعه 5 راح سال هولمان تلعب 5 وافق لهم ووافق له. صحيح. فالنادي الاهلي يتعاون دائما، ولكن لا احد يذكر الخير غير الناس اللي هي حاسه بنفسها عندها هذا القدر. زي بالظبط يمكن الناس بتنفخ في حاجه يقال ان هي عايزين انها تكون حصلت في ايام التهجير وايام العدوان الثلاثي. طب فما بالك ببطوله خلصانه السنه اللي فاتت؟ الاهلي مخلص الدوري السنه اللي فاتت بريمونتادا تاريخيه اعتقد تدرس لكل الانديه. فرق الاهلي
عوض كل الفوارق وسبق الزمالك وخد الدوري، يطلعوا الزملاء.